هل تعلم أنه وفقا لجمعية الإدارة الأمريكية فإن 92.6% من حاملي شهادات PNP قالوا أنها أعانتهم على رفع مستوى أدائهم والانتقال إلى مستوى وظيفي جديد، وأن 62.4% قالوا أنها ساعدتهم بالحصول على مزيد من فرص العمل؟ هل تعلم أن 59.2% من مدراء المشاريع يخططون الآن للحصول على شهادة PNP وأن متوسط دخل الحاصل على شهادة PNP هو 100,000 دولار سنويا؟ والآن هل تريد أن تنجح فقط في اختبار PNP أم تريد أن تنجح في الاختبار وتتعلم فعلا حرفة إدارة المشاريع لكي تؤمن فرصة حصولك على وظيفة مع كبرى الشركات المحلية والعالمية؟ في هذه الدورة التدريبية أنا المهندس بيهس السوادي سوف أقودك من التعاريف الأساسية لإدارة المشاريع إلى أعمق المفاهيم فيها بما يحقق لك النجاح في الامتحان وفي نفس الوقت الإحاطة التامة بعلم إدارة المشاريع والتمكن فيه. معا سوف نتعلم 47 عملية من عمليات إدارة المشاريع التي يستخدمها مدراء المشاريع لإدارة أعقد المشاريع في أي مجال من مجالات العمل من بداية المشروع وحتى إغلاقه، مدعما بأكثر من 35 وثيقة من وثائق إدارة المشاريع وأمثلة على استخدام برنامجي WBS Chart Pro ومايكروسوفت Project. سأعمل على أن تمارس ما تتعلمه بشكل واقعي وبذلك يكون لديك الخبرة اللازمة للدخول في أكبر الشركات العالمية. والآن ما الذي تنتظره؟ سجل الآن ووفر الجهد والوقت في الدورة الوحيدة المتاحة باللغة العربية على موقع يوديمي لإدارة المشاريع الاحترافية.